قبل ما نبتدي هقول لك كلمه واحده تسمعيها في اليوم 15 مره. ركزي يا غادة. هو بس قلت شوية الحمد لله. قلت؟ لما انا بدأت اركز شوية في عدد ال مين بيقول لي كل شوية ركزي يا غادة؟ مجدي طبعا. مجدي الاول. ما بتركزيش ليه يا غادة؟ انا ما كنتش بعرف اركز. اول كنت اقعد اقول له ما انت فاهمني اقول يعني ايه اركز بعدين ابقى اركز يعني ايه كلمة ركزي يعني اعمل ايه؟ يعني اقعد اقول هو انا مركزة يعني مش فاهمة يعني ايه اركز؟ يعني اقول لنفسي ايه؟ ولا اعمل ايه؟ ايه؟ ما انا ما كنتش عارفة. طب غير ركزي يا غادة قال لك ايه؟ هو بيقول طول الوقت بلاش حركه ايه ايدي تعملي ايه ليه يا غاده كده؟ طب ما دي طبيعتي. بتكلمي كتير بايديكي ليه؟ بتكلم بايديا إيه؟ بعبر بايديا. بتعبري بايديك لو كلمت كده. طب اجرب الكلام مش طب جربي كده الكلام هيطلع ولا مش هيطلع؟ هتلاقيني كل عامله كده. طب استني فاكره عقدك يعني مش كلها. طب ارفعي ايديكي بقى يلا. يعني مش كلها بالظبط كده كده هبقى فكه كده بقى.